صرحت معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زين رئيسة مجلس النواب أن حرص حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لترأس وفد مملكة البحرين في القمتين الطريئتين لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية والدورة 14 لمؤتمر القمة الإسلامي المنعقدة في رحاب مكة المكرمة. وأشادت معاليها بمضامين كلمة جلالة الملك المفدى في القمة العربية وما احتوته من رؤية ثاقبة وحكيمة حول حفظ الأمن والاستقرار ومواجهة الإرهاب والأخطار من الدول الراعية للإرهاب التي باتت تشكل خطرا كبيرا على الأمن العالمي في ظل تمريها واستمرارها في انتهاك المعاهدات والقوانين والمواثيق الدولية، وفي ذلك تحدي مرفوض لإرادة المجتمع الدولي. وأكدت معالي رئيسة مجلس النواب التأييد البرلماني التام والمطلق للدعم والتضامن والوقوف الراسخ مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في كل ما يحفظ أمنها واستقرارهما. وقالت معاليها أن دعوة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى لتعزيز التعاون والتضامن بين الدول بما يربطها من علاقات أخوية تعتمد إلى أسس وطيدة من الثقة والاحترام المتبادل، وبالتوصل لرؤية متكاملة واستراتيجية شاملة تستديم الأمن القومي العربي وتقوي أركانه في مواجهة الأخطار والتحديات المحيطة بدولنا. هي دعوة حكيمة وضرورية تسهم وبشكل فعال وحقيقي في توحيد المواقف لمواجهة الأخطار والتحديات وتنسيق العمل والجهود المشتركة في كافة القضايا ومن أبرزها القضية الفلسطينية. هذا وأشادت معالي رئيسة مجلس النواب الدور الريادي للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين في حفظ أمن واستقرار المنطقة، مؤكدة أن انعقاد هذه القمم يؤكد الجهود السعودية ومبادراتها المستمرة في حماية الأمن وضمان الاستقرار وتطوير العمل الجماعي المشترك العربي والإسلامي للتصدي للتحديات الراهنة.